الأعزاء طلاب المرحلة الثانية في قسم هندسة المواد، أرحب بكم في محاضرة جديدة ضمن محاضرات Strength of Materials. موضوعنا اليوم راح يكون هو Welded Joints أو ما يسمى بالعربي مفاصل اللحام أو الملحومات. Let us start with the definition of the welding. What is the welding process? Welding is a process of joining together two or more metal parts. يعني عملية اللحام هي عملية ربط، انه نقدر نربط جزئين. هذا العملية الربط تكون بيش باستخدام الهيتينج اند فيلر، مادة ثانية. فاذا عملية اللحام هي عبارة عن ربط تو بارت باي يوزينج مادة ثالثة اللي هي يطلق عليها الفيلر. اوكي، فاذا احنا عندنا اكثر من نوع من اللحام. هاي هنا اطلعوا عليه انواع اللحام. الأنواع الشغل عندنا الأوكسستيلين غاز وولدينج، وعندنا الإلكتريك آرك وولدينج اللي هذا الشغل اللحام اللي شايفين أنتو كلكم. There are more than one type of the welded joints. We now in our study we will focus or we will discuss just three types of the joint. The first one is butt weld joint. The number two fillet weld joint. Number three, plug or slot wall joint. راح حاليا ناخذ نوع نوع ونبدي نوضح شنو هذا النوع. اذا هسه عندنا مهم تعريف عملية اللحام. انواع اللحام اللي هي الاوكسستيلين غاز ولدينج والالكتريك ارك ولدينج، والنوع الثالث اللي هو types of welded joint، شنو انواع المفاصل او انواع الجوينات باللحام. فاذا راح نكتب النوع الأول اللي هو البوت وول جوينت. أوكي، خلي نشوف. عندنا هنا أمثلة على البوت وول جوينت. عملية البولت إنه إحنا عندنا تو بارتس، هذا بارت هذا بارت، نقربهم نخلي مسافة بيناتهم قريبة، وبعدين نجي نخلي اللحام إلى أن يملي هاي المنطقة. إذا كان اللحام just from one side راح نسميه square boat walled one side. إذا كان in both sides راح نطلق عليه square butt weld two side. إذا نجيب المسبوكات مالتي، العفو البارت اللي بدي اسوي له عملية لحام، واسوي انه اسوي له شنفرة او ناخذ القطعة بزاوية بحيث يشكل لي حرف V، فهذا نسميه V bolt وانترسه لحام او نملي لحام، فنسميه هذا ال V butt weld. النوع الأخير لما يكون عندي عبارة عن شكل تي، عندي البارت الأول هنا والبارت الثاني هنا، وراح نملي هاي المنطقة لحام واللي هو هذا هنا نسميه تي بوت وولد. أوكي، هاي المنطقة اللي راحت، خلنا ناخذ مثال عليها. هذا هاي المنطقة اللي هنا، هاي الزائد اللي راح يكون زائد من اللحام هنا هنا، إنه هذا راح نطلق عليه اسم reinforcement أو بما هو تقوية. هذا راح يكون عبارة عن اكسترا ماتيريال، راح وين تكون فوق التو بارتس واللي هي نسبتها about 10%. اوكي، فاذا بصورة عامة البوت ولدينج not always we use it in our application، بتطبيقاتنا العامة ما نستخدمه دائما، فقط النوع اللي هو التي جوينت. yeah this type it use always it use in engineering application or engineering structure but هاي الأنواع not use always. okay yeah. هذا فيما يخص النوع الأول اللي هو البوت جوينت. النوع الثاني اللي هو الفلت وول جوينت، اللي هو دراستنا تقريبا 90% راح تتركز على هذا النوع من أنواع اللحام. هذا النوع هذا النوع بي جوينين او نوعين، اللي هو الاوفرلاب فيلت وولد والكورنر جوينت. الاوفرلاب مثل ما نعرف نجيب البليته الاولى او البارت الاول نخليه، بعدين نخلي البارت الثاني ونملي هاي المنطقه لحام يكون الربط. التي لا راح تكون عندي حرف ال، نسوي البارت الاول البارت الثاني وبعدين نخلي اللحام بهاي المنطقه بتوين ذيم. يعني هسه عندنا حاليا النوع الثاني اللي هو الفل
فلت ولت ولت جوينت. الفلت راح يكون عندي يا اما تو بارت تكون الزاويه بتوين ذا ام 90 ديجري او اوفرلاب، هذا النوع الثاني. اوكي، الكروس سكشن هو راح يكون تريانجل كروس سكشن طبعا بالنسبه لهذا الولد. النوع الاخير اللي هو بلاك اور سلوت وول جوينت، سوري بلاك اور سلوت وول جوينت، هذا النوع sometimes ما عندنا sufficient length، ما عندنا طول كافي حتى نسوي عمليه اللحام، لذلك نسوي سلوت. هذا السلوت اما يكون سوري اما يكون عباره عن دائره او مستطيل او مربع، فنجي لما نملي لحام نسوي سلوت. مثلا عندي تو بارت، اخلي البارت الاول بعدين اجيب البارت الثاني اخليه واحفر اسوي سلوت بالبارت الاعلى ونجي نملي لحام. فهذا اذا كانت دائره نسميه سلوت، واذا كان العفو اذا كان دائره نسميه بلاك، واذا كان مستطيل او مربع نسميه سلوت. واذا فقط نلحم على الارك او على السيركمفرنس على المحيط نطلق عليه فيلت ولدنج. يعني فيلت ولدنج انا عندي هذا البارت الاول، سوري هذا البارت الاول، خلينا البارت الثاني نفس العرض او عرض من عنده، وجيت سويت بلاك. بعدين اجيب اللحام فقط على هاي المنطقه، هذا نطلق عليه فيلت ولدنج. اذا نمليها راح يصير اسمه بلاك. اذا شكل هذا السلوت هو عباره عن مستطيل او مربع راح نطلق عليه سلوت. اوكي، بالنسبه لهذا السلوت او بلاك ولدنج، الدايمتر اوف ذا سيركل او الهول اللي راح نسويه it should be not less than the thickness of the member thickness of the part plus 8 mm. دائما هذا بالنسبه لمن للسلوت اللي راح نسويه. اوكي، والماكسيمم بالنسبه لهذا السلوت it should be 2.25 مضروب بالثيكنس للبارت. هسه نجي ناخذ التكنيكال، عندنا تعاريف دائما من نسمع legs of the world size of the fillet world throat thickness، المفروض احنا نعرف هاي شنو تعنينا. فلهذا راح هنا نجي ناخذ overlap welding اللي هو هذا المثال، وراح نجي نوضح عليه ايش تعني كل تعريف او كل مصطلح راح ناخذه. اوكي، فاذا اول شيء راح ناخذ legs of the world، the side containing the right angle، السايد اللي يحتوي للرايت انجل اللي هو هذا البارت، هذا الضلع وهذا الضلع هذا نسميه نطلق عليه ايش نطلق عليه the legs of the world اللي هو الاي بي بهذا الرسم مالتي، والبي سي. نوع الثاني size of the fillet world the minimum length of the leg of the world is called size of the world. فأقل length لو كان اي بي او بي سي نشيكهم which one is less or which one is minimum راح هو يعتبر size of the felt world. الثروت ثيكنس، الثروت ثيكنس اللي هي it is perpendicular distance، تبعوا ياي it is perpendicular distance between the corner and hypotenuse، يعني between القاء الزاوية والدايجونال أو اللي نسمي العفو الوتر hypotenuse of the world cross section shown in the figure 4. The thickness of reinforcement is not included. The thickness بالنسبة لمن للreinforcement is not included. يعني هذا عندي، يعني عندي هذا الضلع وهذا الضلع، فهي distance اللي راح تكون منين من الكورنر هاي الزاوية لهذا الضلع، راح هاي الدستانس نطلق عليها الثروت ثيكنس. ما ناخذ هذا اللحام الزائد هنا، ما ناخذه بنظر الاعتبار اللي قلنا نسميه رينفورسمنت. اوكي، وعندنا قانون للثروت ثيكنس او الافكتيف ثروت ثيكنس. بالاسئلة لما نريد نعرف الثروت ثيكنس هو عبارة عن المينيموم لينكث مضروب في قيمة الكي، وقيمة الكي تعتمد على زاوية اللحام.
إذا الزاوية من 60 إلى 90.7، إذا من 91 إلى 100.65، إلى من 101 سوري تو 106 وراح يكون 0.6، من 107 إلى 113.55، من 114 120.5. أوكي، فإذا الفلت ويلدينج الزاوية يجب أن تكون محصورة بين 60 إلى 120، أقل أو أكبر ما نقدر نستخدم عملية الفلت ويلدينج. بالسؤال إذا ما يعطينا الزاوية شقد، نعتبر أن الزاوية 90 وناخ قيمة الكي 0.7. فإذا بالسؤال من يجينا دائما نركز، إذا معطينا زاوية اللحام لازم نختار قيمة الكي بالاعتماد على هذا الجدول. إذا ما معطينا قيمة الزاوية نعتبر أن الزاوية 90 وناخذ قيمة الكي 0.7. أوكي، التعريف الرابع اللي عندنا اللي هو الـ effective length of the world. هذا هنا الـ effective length هو الـ actual length of the world which is specified size under required thickness is called effective length of the world for the design purpose. يعني أنا عندي هاي هنا عملية بسوي لحام على كل الأضلاع، الـ effective length هو راح يكون المجموع مال هذا كله واللي هو راح نطلق عليه الـ effective length. The effective length of the world is taken actual length of the world minus twice the thickness of the world. يعني أنا عندي هنا لحام، فش نسوي الـ effective length؟ إذا نريد نقيسه دائما نطرح من عند الـ thickness of the world، لأن هو راح يكون المسافة بيناتهم هذا الـ effective length، فنطرح من عند الـ thickness من كل جهة نطرح من عند الـ thickness. أوكي، side fillet world، what is the side fillet world؟ بالنسبة للـ side، بالنسبة للضلع اللي هو يكون parallel لل direction of the force، هاي الفورس عندي هذا السايد، هذا برر لها ال A وال C، فلذلك هذول نطلق عليهم sorry side felt welded or what. بالنسبة لل end weld هو هذا اللي يكون perpendicular ويا من ويا الفورس، هاي الفورس عندي بهذا الاتجاه، العمود عليها هو الضلع B، فنطلق عليه ال end felt fillet weld. فإذا صار عندنا هنا حتى نعرف What is the difference between side fillet weld and end fillet weld? Side هو دائما يكون parallel للفورس، بينما الاند هو يكون perpendicular للفورس. هسا عرفنا المصطلحات اللي نستفاد من عتب اللحام، هي legs size، throat thickness، effective length، side weld والاند weld. هاي لازم كلنا نعرفهن، نعرف مكانهن وين يكون بعملية اللحام. هسه راح ناخذ السترينث. اوكي، السترينث راح ناخذ، احنا قلنا عندنا 3 تايبس اوف وولد جوينت اللي هو البوت والفلوت والسلوت اور بلاك. بالنسبة للنوع الاول اللي هو البوت وولد جوينت، ما عندنا قوانين خاصة حتى نحسب له السترينث، بات وي هاف 3 تايب. اذا كان عندنا اكسيال كومبريشن او فايبر ستريس بيندينج او شير ستريس، فاذا قيمة الستريس ناخذها من هذا الجدول الخاص به. اوكي، بالنسبة للفلت وولد جوينت راح يكون عندي نقدر نحسب السترينث من خلال القوانين، لان الكروس سكشن مالته معرف. فعندنا القانون الاول، قانون الفورس او السترينث، واللي هو يساوي لي الطول الافكتيف لينث في الثيكنس اللي ثرو الثيكنس في سيجما اللي هو الإجهاد. فإذا ال L في T هو الأريا، أوكي، ال L هو الإفكتيف لينث وال T هي الثرو الثيكنس، واللي هي قلنا عندنا عبارة عن ال K في ال S. ال S تعطى اللي هي الولد سايز، وال K ناخذها من الجداول بالاعتماد على الزاوية، والبرمسبل ستريس اللي هو السيجما. أوكي، فإذا مرات السترس ناخذه من الجداول، بط غالبا هو يعطيناه بالسؤال، يعني ما نخليكم انتم تاخذون من الجداول، ماكو داعي تحفظوه، انا دائما اعطيكم اياه اذا تحتاجونه. اوكي،
النوع الثاني البلاك اور سلوت سلوت ولد جوينت، نفس القانون، مجرد انه قانون اللي راح يكون عندي السترينث او الفورس هي تساوي ان الاريا في السيجما، والاريا هي الكروس سكشنال اريا وليس مثل هنا الثكنس في الطول. هنا لازم تكون عندنا الاريا هي الكروس سكشنال اريا مثل عملية حساب الإجهاد العادي. اوكي، حاليا اللي هنا راح تكون قبل ما نبدأ بحالأسئلة عندنا ملاحظة، هاي الملاحظة افتهموها. If a float weld is provided its length is taken to be equal to the average length of the throat of the float. يعني إذا عندنا الفلت ولد دائما اللينك مالته ناخذه يساوي ان الافرج لينك اوف ذا ثروت اوف ذا فيلت. هاي الملاحظه الاولى. وذا لينك از جنرالي تيكن تو بي ايكوال تو ذا لينك اوف ذا لاينج رانينج بارل تو ذا فيرتيكال ليج. دائما اللينك مالته يكون هو البارل بالنسبه لما للفيرتيكال ليج اوف ذا ولد. ات ذا ديستانس اوف 1/4 ربع ذا ليج from it. Distance مسافة راح تكون ربع هاي الدستانس. أما في حالة الكيس أوف سيركلر هول اللي أكثر راح ناخذه هذا القانون مالته. Yeah. والدي هو الدايمتر أوف ذا هول، الهيتش هو الهيت أوف ذا فيرتيكال ليك، وإحنا مثل ما نعرف المينيموم لينث أوف ذا وولد إز ليميتد تو بي 10 تايمز أوف ذا ثروت ثيكنس. دائما المنيو أقل لينث باللحام تشود بي 10 مرات إيش بيكون من الثروت ثيكنس، إيش قد أدي ثروت ثيكنس نضربها في 10. أوكي، قبل ما أبدأ بالأسئلة أذكركم عملية اللحامات إز ذا وولدينج بروسيس. إتس الولدينج أو الولدينج هي إز بروسيس تو جوين two or more metals together by using filler and temperature and heat. هذا النوع الأول. عندنا types of welding اللي هو عندنا يما احنا هنا خدنا نوعين هم الأوكسستيلين أو الإلكتريكال آرك. عندنا three type of weld joint اللي هم البوت والفلت والنوع الثاني الثالث سوري البلاك and slot. خدنا تعاريف كلش مهمة اللي هي legs of weld، خذنا الـ size of the weld، خذنا الـ throat thickness، خذنا الـ effective length، خذنا side weld والـ end weld. هاي لازم كلها نعرفها. بعدين خذنا الـ strength بالنسبة علمًا بالنسبة للـ butt weld والـ fillet weld والنوع الأخير اللي هو الـ plug and slot. هسه راح نجي نحل أسئلة أمثلة على هذا الموضوع ونحاول نفتهم ونشوف شنو طبيعة الأسئلة اللي راح تجينا بالامتحان. التاي بار، طبعا التاي بار هو عبارة تاي عبارة عن ربط، يعني انه نربط منطقتين together by using for example tie. تاي بار is welded to a plate. هذا عد تاي بار راح اربطه على هاي البليتة as shown in figure 6. yeah. find the strength of the weld. يريد هسا عد السترينث، يريد قد القوة مال هذا الولد، قيمة بي، yeah. سوري قيمة بي هاي مجهولة، يريدها من عندي. فإذا take size of the fillet as 6 millimeter and the working stress of the fillet weld as 100 megapascal. أوكي، أول شيء إحنا من نريد نحسب قانون الإجهاد، قانون السترينث سوري هو عبارة عن طول منطقة اللحام في الثروت ثيكنس في سيجما، سيجما مطاط بالسؤال. طول منطقة اللحام لازم احنا نحسبه، هاي 100 بلس 100 بلس 100 اذا 300 اللي هو طول منطقة اللحام. الثروت ثيكنس قلنا هنا ما مطينا زاوية الفلت ولدينج، ما مطينا شقد الزاوية، فنفرضها 90 وناخذ قيمة الكي 0.7 انضربه في السايز المعطات بالسؤال، فطلعنا الثروت ثيكنس هو 4.2. نجي نعوض بقانون السترينث فطلعت عندي 126 كيلو نيوتن السترينث بالنسبة لهذا الجوينت اللي احنا خدنا او شفنا الفيجر مالت. اوكي، اكزامبل 2. A welded lap joint is provided to connect two tie bars. عندي two tie bars
الأول 150 الثكنس مالته 10 مليمتر كما مبين as shown in figure 7. هسه راح يكون الفيجر اللي هو سوري هذا الفيجر مالتي. نرجع مرة ثانية للسؤال. The working stress in the tie bar is 100 megapascal. Investigate the design. من يقول لك هاي العبارة انتبه لي إذا جاك بالسؤال investigate the design ادرس الديزاين يعني هل هذا الجوينت is okay safe or not safe. من يقول لك investigate the design يعني تدرس لي هاي وصلة اللحام هل هي آمنة من أني لحمت من أسلط هذا اللود عليها يصير فراكتشر لو أوكي الول جوينت إز أوكي مالتي. إف ذا سايز أوف ذا فلت إز إيش قد سايز أوف ذا فلت وولد إز 12 مليمتر تيك ذا وركينج ستريس إن ذا إند فلت. كنا الإند فلت هو اللي يكون بارالل على ويامن سوري الإند فلت هو اللي يكون بيربنديكولار على اللود اللي هو 100 ميجا باسكال من طينية والدايجونال اللي هو بزاوية يكون عندي 70 ميجا باسكال. اوكي نجي على الرسم. عندي تو تايبر مربوطات سوية بعملية لحام مطين الستريس بالنسبة لمن بالنسبة لما اللحام يكون انت وولد ومطيني السيجما لما يكون عندي diagonal worked. اوكي فاذا مطيني بينات الستريس بالنسبة لهم اثنينهم ومطيني السيجما بالنسبة للتاي بار اللي هو هذا المعدن مو للحام مطينيها للمعدن الاصلي اللي انا ربطته. اوكي فاذا هسه بالنسبة للبار اللي انا اخذته عندي الاريا بالنسبة له او الكروس سكشنال اريا راح يكون الطول مالته اللي العرض مالته اللي هو 150 في الثكنس اللي هو 10 فطلعت الاريا اللي هي 1500 مليمتر سكوير. فاذا strength of the bar انا عندي السيجما بالنسبة للبار معطات بالسؤال 120 اضربها في الكروس سكشنال اريا فطلعت 180 كيلو نيوتن بالنسبة لمن هذا strength of the bar. هسا حاليا اجي اطلع strength بالنسبة للحام اصطلعت للبار اول شيء بالنسبة للثروت ثيكنس ما معطي زاوية فاذا قيمة الكي بوين 7 اعتبر الزاوية 90 ونضربها في الاس اللي معطات بالسؤال واللي هي قيمتها 12 فيكون الانسر مالتي واللي هي الناتج 8.4 مليمتر هذا فيما يخص الثروت ثيكنس. اوكي بالنسبة للحام راح نقسمه منطقتين منطقة end welding اللي هو هذا الضلع وهذا الضلع والدايجونال اللي راح يكون four sides. ليش لان هو هناك بالسؤال ما مطيني الستريس بالنسبة لكل الملحومة متساوي مطيني السيجما بالنسبة للاند وولد تختلف عن الدايجونال فمن ارداجي احسب السترينث يجب ان احسب المن الكل اطلع كل عفو كل منطقة لحام بها ستريس نحسب لها سترينث وبعدين نجمع السترينث الكلية. اوكي فاذا بالنسبة للاند وولدينج انا ايش عندي هذا الضلع واحد وعندي هذا الضلع اثنين هذا طوله 50 والثاني طوله 50 فاذا راح يكون الطول مالته بالنسبة للاند وولد 100. بالنسبة للدايجونال خلنا نمسح حتى تشوفون قد يه بالنسبة للدايجونال الدايجونال عندي هذا الضلع هذا الارتفاع 50 وهذا الضلع 50 فاذا باستخدام نظرية فيثاغورس اقدر اطلع هذا الضلع المائل جقد. فاذا احنا راح نستخدم نظرية فيثاغورس اللي هو طول الضلع المائل يساوي لنا مجموع مربع الضلعين القائمين فخمسين تربيع زائد الخمسين تربيع تحت الجذر حتى نطلع الضلع بعده نضربه باربعة. ليش لان انا عندي اربعة اضلاع دايجونال كله نفس الطول فطلعت الطول بالنسبة للدايجونال. هسا اجي اطلع السترينج بالنسبة للاند راح يكون عندي طول الاند هو 100
روث ثيكنس هو 8.4 والسيجما معطات بالسؤال 100 فراح يكون عندي 84 كيلو نيوتن. بالنسبة للدايجونال طول الدايجونال أنا حسبته الثروث ثيكنس ذا سيم متساوي والسيجما دايجونال معطات بالسؤال هي 70 ميجا باسكال فطلعت لي 166.3 كيلو نيوتن. أوكي فإذا السترينث الكلي هو مجموع الأند والدايجونال سترينث. هسا حاليا أنا عندي بالنسبة للبار سترينث 180 كيلو نيوتن، بالنسبة للولدينج 250 كيلو نيوتن. أقول إنه هاي العملية هو قال لي انفستيجيت ذا ولدينج أو انفستيجيت ذا ولد جوينت. هنا عندي بما إنه السترينث للجوينت اللحام أعلى من البار فإذا هاي العملية سيف، نقدر نقول سيف. هذا جزء من الأنسر لازم نكتب هاي العبارة. إذا كان قيمة السترينث بالنسبة للجوينت اللحام أقل من البار فإذا هاي العملية ما نقول عليها نوت سيف، بس إذا كانت اللحام أعلى من البار فنقول عليه عملية سيف. أوكي نحل مثال ثالث. هذا المثال كان الثاني كلش مهم، يجي هيك أسئلة امتحانية انفستيكيت ذا ديزاين. أوكي الإكزامبل نمبر 3 100 مضروبة في 10 مليمتر ثيكنس بليت is to be welded to another plate 110 مليمتر. تصير العملية باستخدام فيلت ولد سايز 6 مليمتر on the side as shown in figure 8. Determine the necessary overlap. يريد يجد هذا الoverlap of the plate. Take the allowable stresses in the plate as 140 megapascal and in the weld joint 100 megapascal. Okay. عندي تو بليت هنا، واحدة عندي 100 اللي هي هاي 100 والثيكنس مالتها 10 مليمتر، وعندي الثانية اللي هي 150 البليت الثانية والثيكنس مالتها also 10 مليمتر. مربوطة بعملية فلت ولدينج، السايز مال الفلت ولدينج هو 6 مليمتر، مطيني السيجما بالنسبة للبليت ومطيني السيجما بالنسبة للحام، ويريد أحسب له طول المنطقة طول المنطقة اللي هي الأوفرلاب إشقد، إنه أخلي هذا التايبر إشقد مسافة بحيث تكون عندي عملية اللحام ناجحة. هسا أول شيء إنه راح أرمز الأوفرلاب بالرمز أكس فحتى نقدر نطلعه. راح نطلع السترينث بالنسبة للبليت، طبعا الأريا بالنسبة للبليت هي 100 في الثيكنس، العرض في الثيكنس في السيجما اللي معطات بالسؤال طلعت السترينث بالنسبة للبليت. بعدين طول اللحام، اللحام إذا تشوفوه هسا نرجع للجوينت مالتي خلنا نمسح طول منطقة اللحام اللي هو هذا الضلع الأكس زائد هذا أكس يعني 2 أكس زائد هذا اللي هو احنا نعرفه 100. ليش؟ لأن عرض هذا البار هو 100 فنأخذ نفس العرض، فإذا راح يكون عندي طول منطقة اللحام 2 أكس بلاس 100 الأكس احنا نريدها فهسا راح يبقى مجهول. الثروث ثيكنس هي عبارة عن 0.7 لأن ما عندي زاوية ممطة بالسؤال فنأخذ قلنا الزاوية 90 ونأخذ الكي 0.7 فراح تطلع لي في انضربه في size of the welding اللي هو معطات بالسؤال فراح يكون عندي 4.2 مليمتر. أوكي السترينث بالنسبة للفلت ولدينج راح يكون اللينث في الثروث ثيكنس في السترس فطلع عندي هاي المعادلة اللي مجهول بيها هو الأكس. فإذا هذا السترينث بالنسبة لمن للحام راح أساوي ويا من وي السترينث بالنسبة لمن للبليت مالتي فراح نساويهم فراح يبقى المجهول عندي اللي هو الوحيد أكس فراح نحسب قيمة الأوفرلاب اللي يتساوي لنا 116.7 مليمتر. أوكي سؤال أخير نتوقف ما نكمل اليوم، نكمل إن شاء الله بالمحاضرة قادمة. Example number 4 100 مليمتر باي 12 مليمتر بليت، عندنا بليت عرضها 100 مليمتر والثيكنس مالتها
12 مليمتر is connected to another plate by fillet welds. شفتوا كل الأسئلة دا نركز على الفلت وولت لأن بيه قابلية حل أسئلة وهو تطبيقاته كثيرة، فلذلك ركزنا بحل الأسئلة. To another plate by fillet weld around the end of the bar and also inside the machine slot as shown in figure 9. خلينا نشوف figure 9. عندنا تو بليت، هاي بليت الأولى وهاي بليت الثانية مربوطات بعملية لحام. اللحام اللي رابطين به هاي اللاينات لحمنا وداخل هذا السلوت. خلي نكمل السؤال، هسه عرفنا شلون تصير عملية الربط. All the dimension are in millimeter. الدايميشن بالنسبة للدراون هي كلها بالمليمتر. Determine the size of the weld. هسه يريد مد قيمة الاس. هنا هو مطيني اياها مجهولة. If the joint is subjected to a ball above of 2050 كيلو نيوتن، عندنا هنا عندنا الفورس اللي مسلط على هذا الجوينت هي 250 كيلو نيوتن. Take working stress for the transfer weld and longitudinal weld as 180 ميجا باسكال respectively. تذكرون بالسؤال الثاني كان عندي مطيني اللحام ستريس بالنسبة لما للدايجونال وللأند، وقلنا لازم نحسب سترينك بالنسبة للدايجونال والأند لأن مطيني بالنسبة لنفس منطقة اللحام إجهادات مختلفة. هنا مطيني كذلك نفس السؤال، مطيني إنه أكو ترانسفير وأكو لونجيتيودنال. لونجيتيودنال هو عمود الترانسفير اللي يكون موازي، فمطيني لهم فلازم نحسب هم نحسب تو سترينك. أوكي نرجع للسؤال. فهسه الاس هي مجهوله احنا نريدها، راح نرمز لها بالرمز اس. فالثرو ثيكنس راح يكون 0.7 في الاس فتبقى نفس ما هي. اللينك لازم نطلع المن للترانسفير وللونجتيودينال. ليش نطلع طولين ما نحسب طول اللحام كله؟ لان بالسؤال مطيني اجهاد بالنسبه المن للترانسفير وللونجتيودينال. بالنسبه للترانسفير هسه ايش عندي؟ عندي طول هذا الضلع وهذا الضلع يعني 200 في 2، وعدي هذا الضلع 50 زائد هذا الضلع يعني 50 في 2 فطلعت 500. بالنسبة للونجتيودينال 100 زائد 50 زائد 30 سوري زائد 30 فتكون عندي 160. فإذا هسه نحسب سترينث للترانسفير وسترينث للونجتيودينال. قانون السترينث هو الطول في الثرو ثيكنس في الستريس. فالطول الأول 500 الطول الثاني 160. ثرو ثيكنس should be equal 0.7S. الستريس معطات بالسؤال 180 فطلعت عندي قيمتين للسترينث المجهول بهم S. التوتال سترينث كنا لازم نجمعهم فنجمعهم طلع لي هذا الرقم. حتى نطلع قيمة الأس المجهولة لازم شو نسوي؟ نساوي السترينث للبليت مع السترينث بالنسبة للولدينج. السترينث للبليت معطات بالسؤال اللي هي 250، نساويها مع قيمة السترينث هاي اللي حصلناها هنا فتطلع عندنا قيمة الاس واللي هي 5.6 مليمتر اللي هو هذا السايز بالنسبة للولد. لهنا أتوقف بهاي المحاضرة. إن شاء الله الأسبوع الكامل الأسبوع راح القادم راح نكمل البارت الثاني أو الجزء الثاني من هاي المحاضرة. أحب أذكركم عملية اللحام هي عملية ربط two parts or more باستخدام فيلر وهيتينج. عندنا أنواع اللحام اللي هو الأوكسستيلين والإلكتريك أرك، هذا النوع الثاني. عندنا type of joint هو البوت joint والفلت، والنوع الأخير اللي هو البلاك أو السلوت. عندنا المصطلحات المهمة legs of the world، عندنا المينيمم سايز، عندنا الثروت ثيكنس، عندنا الافكتيف لينث، عندنا اللي هو يكون الاند وولد والسايد وولد. لازم نعرفهم السايد وولد هو برر المل الفورس والاند وولد هو يكون بيربنديكولار على الفورس. راحوا عندنا كذلك اخذنا بعض التعريف من الثروت ثيكنس هي تساوي ان الكي في قيمه الاس. اذا ما معطات الكي تعتمد على الزاوية، إذا ما معطات الزاوية نعتمدها 90 وناخذ قيمة الكي 0.7.
عرفنا السترينث كنا بالنسبة للبولت وول جوينت انه مجرد ان تيبل بقيم السيجما ما عندنا قوانين ثابتة. بالنسبة للفلت كنا هو عبارة عن الاريا في السيجما، الاريا هي طول منطقة اللحام مضروبة في الثرو ثيكنس. اما بالنسبة للسلوت او البلاك السيجما سوري السترينث تساوي للسيجما قيمة الجهات مضروبة في الاريا، الاريا هي عبارة عن الكروس سكشن منطقة اللحام. حلينا أسئلة، الموضوع كلش بسيط، أتمنى أن افتهمتوا هذا الموضوع، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع، وألتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة.